بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده اعمل معاكم حاجه جميله جدا، هي مش موجوده دلوقتي، الباميه انا مفرزاها وحطاها في الفريزر، هطبخها معاكم النهارده. هنشوف هنطبخ الباميه، هنعملها طاجن كده. اول حاجه اهو معايا طاسه اهي، هحط فيها البصل مقطعات شرايح كبيره اهي، جوانح كده اهو يا حبايبي بالشكل ده كده. كده البصلية اهي بالشكل ده كده، هي هاد لوحدها هتدوب في قلب المادة الدهنية اللي انا حاطاها، اللي هو زيت سمنة اللي انت عايزة تحطيه فيه. بعد كده يا حبايبي اهو بالشكل اللي انت شايفينه دوت، اهو هاتي تدبل بس كده معايا، وهحط اللحمة. هبتدي بقى ارص اللحمة بتاعتي كده، الشكل ده كده، لحد ما تشرب من التتبيلة اللي انا حاطاها دلوقتي عليها، اللي هي اللي لونها يتغير، بس انا عايزه لونها يتغير كده. احطها على اللحمه، هبدا من الكمون كده اهو، وهبدا من بهارات اللحمه اهو، هبدا من الفلفل الاصفر، وعندي مكعب مرقة هحطه اهو، معايا يا حبايبي قرن فلفل حراق، انا هحطه كده، هحط منه حته كده اهو كده، اقلب اللحم اهو عشان ريحتها تطلع عليا كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وعندي حبه من الشطه اللي هي حاميه برضه، انا بحب الاكل حامي، يعني ايه براحتك، انت عايزه تحطي شطه طبعا تحطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس انا بحب الحاجه حراقه. طبعا الملح بتاعي ده اخر حاجه يعني بنحطها في الاكل على اللحمه، يعني اخر حاجه اهو بالشكل ده كده. البصل والفلفل مخلي ريحه اللحمه تحفه جميله قوي اهو. زي ما شفنا يا حبايبي، افضل اقلبها كده لحد ما اللحمه تتشرب من البصل والفلفل اللي انا حاطاه اهو. وعندي كذا بصل اهو، بصل سليم اهو عشان يبقى مع في البني اهو. استوى العلب، الاولاد ولادي بيحبوهم، بيحبوه احسن من اللحمه، بيصطادوه من قلب البنيه وبياكلوه، اللي هو البصل ده. البصل كمان بقى الايه؟ نخليه وخلاص.
بقلب فيها كده لحد ما احس انها قربت داخله على السوا كده او حبه كده. هوريكم هنعمل ايه. اهو يا حبايبي اللحمه، بصوا كده حاسه ريحتها طلعت قوي اهوت جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى حبه عندي بعصير بعصير الطماطم اهو. انا بقى هسيبها كده تتسبك في عصير الطماطم وهرجع واقول لكم هنعمل ايه. اهو يا حبايبي اللحمه بتاعتي اهي. هبتدي بقى اجيب الحله دي كده اهي، دي كده الحله بتاعتي اهي اللي فيها الباميه، انا مفرزاها بالشكل ده كده اهو، مفرزاها هي. هسيبها كده على البوتاجاز ايه تطلع التلج اللي فيها كده. طلع التلج اللي هو فيها كده، ورش على حبه فلفل اسمر كده. الدخان اللي هو البخار بتاعها اللي هو منكت مفرزة، منكت مفرزة مطلع بخار كده، ومطلع البخار اللي فيها. هروح مفضية اللحمة اللي انتوا شفتوها دي على قلبها. هبتدي بقى يا حبايبي انزل اللحمة والتالية بتاعتي بقى على اهو قلب الحل على قلب الباميه كده اللي بقى فيها كده تقليبه كده بالشكل ده كده، وانا هغطي عليها تستوي ونرجع نشوفها مع بعض. طبعا جنب الموضوع ده بقى والملوخ والباميه باللحمه هعمل جنبهم رز بشعريه، حته السمنه زبده سمنه اللي انت عايزه تحطيه حطي اهو، ايه مع حبه زيت بالشكل ده. سيبهم يسخنوا. هدلق بقى كيس الشعريه واحمر معاكم الشعريه بالشعريه. مش في الاكل كل يوم يحتار في اكل الاولاد بياكلوا ايه ده، طب انا هعمل ده يا ترى هياكلوه يا ترى مش هياكلوه كده. لا ممكن تدخلي مثلا لو مش ممكن تدخلي اي اكل في اكل، يعني اي اكل تدخليه من غير ما يعرفوا ويستطعموه العيال كده ويحبوه. نوعي في الاكل، الاولاد بيحبوا التغيير في الاكل كل يوم، يعني مش كل يوم هعمل باميه، مش كل يوم هعمل محشي كده يعني. النار عالية اهي. حمر الشعرية. طبعا البامية بحب اعمل جنبها رز بشعرية. بيبقى حلو وطعمه حلو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك يعني عشان يعني كل وقت يوصل لكم كل جديد يعني. التوفيق لكل الناس يا رب.
اللي بقدر عليه بعمله. اه يا حبايبي نشوف اللحمه اهو مع بعضنا مع معاك اهو. انا هزود لها حبه ميه سخنين وهسيبها لسه ما استوتش. ها نزودها حبه ميه وغطي عليها وسيبها تستوي. الشعرية يا حبايبي احمرت اهي، هنزل بالرز بالشكل ده كده. في ناس بتحمر الرز اللي هو بالشعريه ده، تزود الميه قبل ما تحط الرز، يعني مثلا تحط الرز تحط الشعريه حبه الملح اهو قصدي يعني تحمر الشعريه وبعد كده تروح ايه زايده الشوربه اللي هتزيدها او الميه. وبعد كده تحط الرز ما يقلب تحط الرز عادي بس كده اسهل يعني. هنزل بقى بالميه كده نحط حبة ميه صغيرين كمان. بعد كده بقى اغطيها اهو. وما تستوي نرجع نشوفها مع بعض. كده يا حبايبي خلصت اكلي معاكم اهو. ده ادي اللحمة اللي انا عملتها معاكم بالبامية او بامية باللحمة. والرز بشعريه بتاعي اهو اللي انا عملته اهو. ادي اللحمه بصوا يا حبايبي استوت اهي. بصوا اهي استوت مع الباميه والبصل اللي ولادي بيحبونه بحطه في قلب الباميه اهو. يا رب النهارده يكون اكلي عجبكم واتمنى يكون عجبكم يا رب. متنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب يكون عام سعيد على الكل يا رب ويشفي كل مريض يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.